مسلسل يا ابني حتى مكتوب اهو واحد شغال اهو. لو فيها رجل ماشي اهو هياخد الدور الرئيس 10 والله. صباح الخير معلم من قبل محامين يدلي بصوته في لجنة المنشية بالإسكندرية. كنت في المجمع يا باشا بنبص على الجمرك وبصينا على مغتربين ايه يعني مغتربين مفيش لا مغتربين كل حد في لا كل محامي تغليب ولا انت فين من بدري قلت لك النقيب هو النقيب من جهة الله
انتخابات مرت بسلام ان شاء الله، واحنا خلال ساعة بالضبط ان شاء الله ننتظر النتيجة بإذن الله. توفيق الجميع. كل جميع المحامين مصر كلهم ألف شكر على المشاركة، والإقبال كان محدودة، كنا نتمنى إقبال أكثر من ذلك بكثير، لكن إن شاء الله القادم أفضل بكثير. إن شاء الله. شكرا.